صباح الخير عليكم، ونتواصل في فقراتنا لصباح الشروق وننتقل لولاية الجزيرة الحبيبة. ووحدة من المشاريع المبشرة في هذا العام الطرق والجسور هو مشروع قد يكون كبير يدعم مشروع الجزيرة. التحية لكل القائمين على أمر هذا المشروع. خلينا نشوف مراسلنا من ولاية الجزيرة عدلنا هذا التقرير، نشوفه ونرجع نستكمل ونشوف ما بعد التقرير. خليكم معنا. وسط فرحة كبيرة بين المزارعين تم تدشين سفلة 29 طريقا زراعيا بطول 410 كيلومتر داخل مشروع الجزيرة ببركات، بتمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادي بمبلغ 146 تريليون جنيه. هذا التدشين الطيب لهذا الإنجاز الكبير والإنجاز العظيم الذي انتظره إنسان ومزارع مشروع الجزيرة زمنا طويلا. هذا المشروع من بداية 1925 لم يشهد طفرة زي هذه الطفرة. هذه الطفرة الغير مسبوقة والذي ربطت المشروع جميعه، ونتمنى أن تتم البقية عامة. اليوم يبدأ تدشين الطرق الزراعية بمشروع الجزيرة. وأعلن الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة عن تأهيل 19 شركة لتنفيذ سفلة الطرق، مشيرا لأهميتها في ربط الطرق ببعضها إلى جانب ربط مواقع الإنتاج بمواقع الاستهلاك والصادر للمنتجات الزراعية. سنواصل جهودنا حتى نربط غور الجزيرة بغور المناقل، وربط مشروع الجزيرة بمدن السودان في شماله وجنوبه وشرقه وغربه. فيما أعلن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاجب ولي الجزيرة المكلف التزام حكومة الولاية بدعم نهضة مشروع الجزيرة وتوفير التمويل اللازم لتأهيل منظومة الري بمشروع واستمرار الجهود لسفلة 200 كيلومتر لربط غرى غرب الجزيرة، معلنا عن توقيع عقد مع شركة أجنبية لبناء الطرق بالولاية. نحن نتمنى انه هذا المشروع ال 29 طريق تكتمل عشان نكون جاهزين ان شاء الله لبدايه المرحله الثالثه اللي هي 200 كيلو، هتضمن فيها كل الطرق التي لن تضمن. في فرق طبعا يا اخواننا بين الطرق بشكل عام والطرق الزراعيه، الطرق الزراعيه تلي مشروع الجزيره، اما نحن في الولايه تلينا كل الطرق سواء كان زراعيه او غير زراعيه، ونحن معنيون بربط كل اهلنا في القرى لنوصلهم بالطرق الرئيسيه في الولايه. واكد المهندس عبد الله يحيى وزير التنميه العمراني والطرق والجسور بتدشين سفله الطرق بمشروع الجزيره. من هنا ومن قلب السودان نحيي ونعلن لكل القطاعات الحيه القوميه بمنتجع السودان اننا بدأنا في مدة عام 23 ثورة تنموية للبنية التحتية خاصة الطرق في كل السودان.